لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فذكرنا أن من أهم معالم شخصية المرأة المسلمة أنها تهتم بجسمها وتهتم بنظافة ثيابها وجسمها وتهتم بجمالها وأن تبدو في صورة حسنة وأن لا يشم منها إلا أطيب ريح، خاصة المرأة إذا تزوجت. فإن الإسلام قد رغب في كل سبب يؤدي إلى تعميق المحبة والود بين الزوجين، وحذر ونفر من الأسباب المنفرة. فنحن كبشر نتأذى من الروائح الكريهة، وكذا أيضا من المناظر البشعة غير الطيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وذكرنا أن المرأة الطيبة الصالحة تهتم بنظافة جسمها، تتعاهد نفسها بالاستحمام، ونعم الطيب الماء كما تقول العرب. وكذلك أيضا تهتم بنظافة فمها وأسنانها، وتكثر من استخدام السواك، وكذا أسباب نظافة الفم الموجودة في عصرنا هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر استخدام السواك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول شيء يبدأ به هو السواك، وهذا لقربه صلى الله عليه وسلم من زوجاته، وهذا خلق عظيم وأدب جم. ينبغي على كل من الزوجين أن يتعاهداه. كذلك أيضا المرأة المسلمة تهتم بتحسين شعرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر
فليكرمه. وإكرام الشعر يكون بتنظيفه وتمشيطه وتطيبه وتحسين شكله وهيئته. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الإنسان شعره مهملا شعثا منفوشا. فقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن عطاء بن يسار، وهذا مرسل، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية. ثائر الرأس يعني شعر الرأس واللحية. فأشار إليه الرسول بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ كأنه شيطان. وهذا التشبيه منه صلى الله عليه وسلم للتنفير من هذه الهيئة، أن يكون الإنسان ثائر شعر الرأس واللحية، ولا يهتم بشعره لا بنظافته ولا بتمشيطه ولا بتطييبه. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدع أحدا بهذه الهيئة إلا أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. فعن جابر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا، فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه. ولا يخفى على المرأة المسلمة أن جمال شعرها من أهم مقومات جمالها، وتحسينه من أبرز عوامل الجاذبية فيها. وليس معنى ذلك أن المرأة لا ترضى بخلقتها، فهذا ليس لنا فيه اختيار، وإنما المأمور أن المرأة تعتني بشعرها مهما كان شكل شعرها الذي خلقت به، تعتني به، تنظفه، تمشطه، تطيبه. والأسباب، أسباب التجميل والجمال في عصرنا هذا كثيرة. ومن ثم فهي لا تدع نظافة شعرها. كذلك المرأة حسنت الهيئة، حسنت الهيئة، يرتاح لمرآها عين زوجها وأولادها ومحارمها وغيرهم من النساء المسلمات، وتأنس بها النفوس، فتظهر أمامهم بهيئة طيبة وبصورة جميلة. روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار ركوة فيها ماء، فجعل ينظر في الماء، يعني جعل الماء مرآة، جعل ينظر فيها صلى الله عليه وسلم ويسوي لحيته وشعره. قالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ قال: نعم،
إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال. إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال. وكذلك أهم من إخوان الرجل هي زوجته التي معه في البيت، وكذا أهم للزوجة زوجها الذي معها في البيت، فتهتم به وتهتم بمظهرها أمامه وتستعد للقائه إذا جاء من الخارج بصورة طيبة بهية حتى تستمر محبتها في قلبه. والمسلم يفعل هذا كله باعتدال وتوسط دون إفراط. وبعض الناس يهملون أنفسهم بدعوى الزهد وبدعوى التواضع، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه خير بني آدم وأتقانا لله وأخشانا له صلوات الله وسلامه عليه، وكانت هذه هي حاله صلى الله عليه وسلم، كان لا يشم منه إلا أطيب ريح، ولا يجمل ولا يرى إلا في أجمل صورة، حتى قال جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء في ليلة مقمرة فإذا هو أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم، من تعهده لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هذا التجمل من إظهار نعمة الله على العبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى، أي على العبد، أثر نعمته على عبده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم الوفد من العرب لبس أحسن ثيابه وأمر علية أصحابه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني أيعد هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني دفع الحق ورد الحق لا يقبله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. إذن الله جميل يحب الجمال، يحب من العبد أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون هيئته حسنة، يحب الله ذلك من العبد، ويحب عز وجل أن يرى أثر نعمته على عبده. والدعاة إلى الله عز وجل أولى الناس بذلك حتى يكون من الأسباب المعينة على قبولهم لدى الناس. فمعلوم أن النفوس ترتاح وتنضم وتحب أن تجتمع بمن كانت هيئته حسنة،
وريحه طيبة، الناس النفوس تحب ذلك. فإذا كان الداعية يهتم بهذا فيكون هذا من الأسباب التي تعين على القبول، وكذا المرأة تكون بين النساء في أحسن صورة حتى يقبل حتى يقبلها النساء، وفي نفس الوقت يقبلون منها ما تدعوهم إليه. وكذا أيضا الاهتمام بخصال الفطرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، الختان والاستحداد. الاستحداد يعني حلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. والمرأة وهي تفعل ذلك تتقرب لربها عز وجل، يعني بإدخال السرور على قلب زوجها، بفعل ذلك تعبدا تؤجر على ذلك على كل ما تفعله. والإسلام أباح ذلك للمرأة بين زوجها ومحارمها، أما إذا خرجت إلى الناس فإنها تخرج بحجابها الكامل، وتخرج تفلة، تفلة يعني غير متعطرة. وقد قلبت بعض النساء ذلك حتى نرى أنها إذا خرجت بين الرجال تخرج متبرجة متعطرة عياذا بالله، وقد تهمل أمر زوجها في بيتها. فهذا من معالم شخصية المرأة المسلمة، أنها تهتم بجسمها. والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب الفقه الميسر نستكمل إن شاء الله تعالى فقه الحج والعمرة. شروط الحج، أي شروط الوجوب، متى يجب الحج على المسلم والمسلمة؟ أولا يجب الحج على المسلم، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه. وليس معنى ذلك أنه غير مخاطب به، بل الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني أنه سيعذب عليها يوم القيامة. فالكافر بالإضافة إلى خلوده في النار وتعذيبه على كفره وشركه، فإنه يعذب على تركه لفروع الشريعة، يعذب على تركه الصلاة وصوم رمضان، وعلى تركه حج البيت وغير ذلك من أركان وواجبات الدين. الشرط الثاني العقل، فيجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط في التكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، بل مرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق.
وهذا حديث صحيح رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه وصححه الألباني. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف، ومرفوع أيضا عنه القلم حتى يبلغ للحديث الذي ذكرناه. لكن لو حج كان حجه صحيحا، أي إذا حج الصبي كان حجه صحيحا، إذا كان هذا الصبي غير مميز يعني لم يصل إلى 7 سنين، فإن وليه ينوي عن نفسه وينوي عن هذا الصبي. أما إذا كان مميزا يعني قد بلغ 7 سنوات فإنه ينوي عن نفسه، وإن حج الصبي فلا يجزئه عن حجة الإسلام، يعني هذا الركن ركن حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ما زال في عنقه. إن أعطاه الله عز وجل الحياة حتى وصل إلى البلوغ صار مكلفا بحج البيت. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا حديث صحيح أخرجه الشافعي في مسنده وصححه الألباني رحمه الله. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على العبد. لماذا؟ لأنه مملوك لسيده، لأنه مملوك لسيده ولا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه بشرط أن يكون بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه يعني في حال أنه عبد ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع ماليا يعني لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، يعني ليس فقط أنه يملك الزاد الذي يحتاجه في سفره، وإنما الزاد الذي يتركه لمن يعوله أيضا، أو لا يملك راحلة توصله إلى مكة. إذن الاستطاعة أن يملك الزاد والراحلة، هذا غير مستطيع ماليا فلا يجب عليه، كذلك أيضا غير المستطيع بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يتمكن من الركوب ولا يتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق غير آمن يعني يملك الزاد والراحل لكن الطريق مخوف، الطريق فيه عدو متربص به فيكون غير مستطيع، أو غير ذلك
مما يخافه الحاج على نفسه وماله، فعندئذ لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحمد لله. وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج معها. وهذا متفق عليه. إذا حجت بدون محرم حجها صحيح وتكون آثمة. هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، وهي: هل يشترط في سفر الحج المحرم أم لا يشترط؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال لا بد من المحرم كما رجح هنا في الكتاب، واستدل بهذه الأدلة. ومنهم من قال بل لا يشترط، وإذا كانت الطريق آمنة أو معها رفقة صالحة آمنة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تخرج الضعينة من حضر موت تطوف بالبيت وليس معها أحد إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذا أيضا المرأة الأسيرة إن استطاعت أن تهرب من أعدائها ولتأتي إلى بلاد المسلمين فيلزمها هنا، وليس شرطا أن يكون معها المحرم، ومن ثم فقالوا بجواز ذلك. وإن كان القول الأول هو المناسب الآن لوقتنا هذا، لأن الحج مشقة عظيمة والمرأة تحتاج إلى محرم يصونها ويحميها ويقوم لها بحاجياتها، والمرأة خلقها الله عز وجل مطمعا وكل ساقط لها لاقط، ومن ثم فالمحرم معها تكون في أمان. حكم العمرة وأدلة ذلك: العمرة واجبة على المستطيع مرة واحدة، وهذا هو الصحيح لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أي السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. أما أركان العمرة ف3 هي: الإحرام والطواف والسعي، وسوف يأتي توضيح ذلك. العمرة لها أركان 3: الإحرام أي من الميقات،
والطواف بالبيت سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا. مواقيت الحج والعمر. الميقات لغة هو الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمن العبادة. لذلك المواقيت في الحج والعمرة، المواقيت في الحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، وكذا للعمرة. أما العمرة فيجوز أداؤها في جميع أوقات السنة. العمرة ميقاتها الزماني جميع زمان السنة ليلا أو نهارا. وأما الحج فله أشهر معلومات، هذا هو الميقات الزماني، لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما المواقيت المكانية للحج والعمرة هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. يبقى هي حدود مكانية، يعني مثلا أهل المدينة ومن مر عليها فميقاتهم المكاني هو ذو الحليفة، هذا مكان لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزه إلا محرما. وقد بينها صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة، ولمن مر عليهم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن أي لأهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني جاء من الشرق وإلى المدينة ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتبع يزور قبره صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الحج والعمرة، فإنه لابد وألا يتجاوز ميقات أهل المدينة لو ذو الحليفة إلا وهو محرم. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت، يحرم من أين؟ يحرم من بيته، من مكانه. وأهل مكة يحرمون من بيوتهم، لا يخرجون لميقات، وإنما يحرمون من بيوتهم. ولذلك في الحج بالنسبة للمتمتع الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يعيش حلالا إلى يوم التروية، فإنه يحرم يوم التروية بالحج من بيته، من الفندق المقيم فيه. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن. يبقى إن تعدى هذا الميقات دون أن يحرم، دون أن يحرم يعني إيه؟ يعني ينوي الدخول في النسك. يعني ممكن واحد ينوي العمرة ثم مر وتجاوز الميقات وهو يلبس المخيط، يعني لابس هدومه اللي لابسها، بنطلون وقميص، قميص، أي شيء لابسه، لم يلبس ملابس الإحرام، نقول له: أنت محرم لأنك قد نويت الدخول في النسك. ولكن إن كنت ناسيا
أن تلبس ملابس الإحرام فلا شيء عليك، اخلع ملابسك والبس ملابس الإحرام. أما إن كان متعمدا فيقال فيكون قد أتى محظورا من محظورات الإحرام ولبس المخيط، فعليه فدية، والفدية صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه، هو مخير فيها. طب إن لم يتمكن من الرجوع يلزمه دم، عليه أن يذبح شاه يوزعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. والله سبحانه وتعالى أعلم. كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة. فما زلنا في المقدمة، فيقول الشيخ حفظه الله في هذه القضية، وهي معرفة غاية العلم ومقصوده، وهذه مسألة مهمة جدا. ما هو مقصود العلم؟ لماذا نتعلم؟ نتعلم لنتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، ونتعرف على أحكامه ودينه الذي تعبدنا به سبحانه وتعالى، ونطبق هذا العلم ونعمل بهذا العلم بحيث يكون له أثر عظيم على قلوبنا وعلى أبداننا، ويكون له أثر في أقوالنا وفي أفعالنا. فيقول في هذه القضية، وهي معرفة غاية العلم ومقصوده، مهمة جدا. ليس من أجل أن نحصل مسائل نرد بها على المخالفين، بل أهم ثمرات العلم إصلاح القلوب، أهم ثمرات العلم إصلاح القلوب والأعمال وسلوك الإنسان. لذلك نقول إن المنهج السلفي، وهذه مسائل مهمة جدا، مسائل في المنهج، إن المنهج السلفي ليس فقط منهجا فكريا أو ثقافيا، ولا هو القدرة على القول والكلام فحسب، بل هو منهج متكامل في العقيدة والعمل والعبادة والسلوك والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل. منهج متكامل، منهج متكامل. العقيدة تكون عقيدة سليمة موافقة لمعتقد السلف الصالح، وتكون هذه العقيدة حية في القلوب، وبحيث يجد الإنسان أثرها في قلبه وفي قوله وفي فعله وفي دعوته لربه سبحانه وتعالى. وكذلك العمل يكون صحيحا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا العبادة تكون بدليل، والعبادة تكون واردة من الكتاب والسنة، ليس بمختلقة ولا بمبتدعة. والسلوك والأخلاق كسلوك وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم جميعا ومن سار على نهجهم، والدعوة إلى الله عز وجل أيضا تكون بكل ذلك. يعني الإنسان يصلح نفسه بهذا ثم يصلح غيره، إنه منهج يتحرك به الإنسان في كل مناحي حياته،
ولا أن يلتزم الإنسان في باب واحد بطريقة السلف فحسب. يعني مثلا في الاعتقاد يحفظ مسائل الاعتقاد حفظا جيدا ويحسن الإجابة عن مسائلها ويحسن الرد على الشبهات، لكن نجد انفصاما في الأخلاق والسلوك، نجد سيء الأخلاق وسيء السلوك، لا يلتزم بما شرعه الله عز وجل في هذا الباب، نجده مغتابا نماما كاذبا خائنا للأمانة غشا في المعاملات لا يفي بالوعود إلى غير ذلك. هذا انفصام عجيب، هذا انفصام عجيب. بل المنهج السلفي منهج متكامل، العقيدة سليمة، المعاملة والعبادة صحيحة، والأخلاق والسلوك. ويغير الإنسان من نفسه بحيث تكون أخلاقه وآدابه وسلوكياته موافقة لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هل هذا المتبع، هل هذا الشخص متبع حقا للسلف؟ هذا الذي بهذه الصورة نقول إنه سلفي؟ كما نرى للأسف، للأسف هذه النماذج موجودة، ويقولون ونسمع من الناس: هل هذه أخلاق رجل سلفي؟ هل هذه معاملات رجل سلفي؟ هذه نسمعها الآن كثيرا. نقول لا، الذي عنده هذا الانفصال ليس متبعا للسلف حقا، وليس على المنهج السلفي حقا، إنما عنده تقصير شديد وتفريط عجيب يجب عليه أن يستكمله. ليس هذا هو الشخص الذي نريد بناءه في أنفسنا وفي غيرنا ممن حولنا من الناس رجالا ونساء، بل ستكون نتيجة أن يحسن الإنسان المسائل المختلفة، نجد في العقيدة يحفظ المسائل وفي الفقه يحفظ المسائل دون أن يحسن أن يتقي الله، دون أن يحسن أن يعرف ربه سبحانه وتعالى حقا، فالنتيجة الفشل، يفشل في دعوته وتفشل يعني الوصول إلى مقاصد وثمرات هذه الدعوة. لا يمكن أبدا أن يصل إلى ما يريد، لأن الإنسان يصل إلى ما يريد بكمال التزامه بهذا المنهج. ثم يقول: فهذه مقدمة في أن مسائل العلم ليس الغرض منها تحصيل قيل وقال، إنما المقصود الأصلي هو إصلاح قلب الإنسان. أما كتاب المنة الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله تعالى، فكان الغرض منه تحديد معالم، هذا الكتاب يحدد معالم المنهج السلفي في العقيدة والعمل والدعوة والسلوك، كنوع من التسهيل لطالب العلم. وكان الاهتمام بهذه المسائل لأنها علامات بارزة على طريق أهل السنة، ولأنها من أهم المسائل المبنية على أدلة الكتاب والسنة وأعظمها. والدليل على هذه الأهمية، يعني أهمية هذه المسائل، حديث جبريل عليه السلام الذي هو فهرس الدين إن صح هذا التعبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فحدد في هذا الحديث النقاط الأساسية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم وعمل بها، مع تفصيل في بعض القضايا كمسألة الإيمان بالله وما تتضمنه من الإيمان بأسمائه وصفاته،
والإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويدخل في ذلك الإيمان بأن الله وحده عز وجل له الحكم والتشريع، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. وكذا قضية الولاء والبراء، وأن أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وما تفرع من أصول الإيمان الستة والتي أصبحت قضايا ذات أهمية عظيمة، كقضايا الإيمان والكفر، قضايا الاعتقاد في الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقضايا الخلافة والإمامة. هذه المسائل في مجموعها تشكل معالم المنهج السلفي في أمر الاعتقاد. أهمية التوحيد، أهمية توحيد، أهمية الإيمان بالأسماء والصفات. التوحيد وأصول الإيمان، التوحيد وأصول الإيمان. أولا الإيمان بالأسماء والصفات، ما أهمية ذلك؟ إيه أهمية الإيمان بالأسماء والصفات؟ معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات، فإن الرسل بعثوا لكي يعرف الناس ربهم عز وجل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، دل ذلك على أن من لم يوحد الله سبحانه وتعالى لم يعرف الله عز وجل. فالواجب على الإنسان أن يعرف ربه تعالى وأن يوحده عز وجل، وذلك بمعرفة ما له من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. هذا الحديث صدر به البخاري كتاب التوحيد، يعني حديث معاذ، وهو دليل على أن هذا أول واجب على المكلف. قال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعو منه. هذا هو أول واجب على المكلف، أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. وآيات الصفات لها فضل خاص، كما في صحيح مسلم وغيره أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. ففي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت، يعني هذه إجابة أبي رضي الله عنه، قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري صلى الله عليه وسلم وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. فيهنيه صلى الله عليه وسلم على العلم، لأنه علم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وهذه الآية كلها أسماء وصفات. آية الكرسي سبحان الله 10 جمل، نقف على كل جملة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فالآية كلها أسماء وصفات. فهذا حديث يدل على أن الآيات التي فيها ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى هي أعظم الآيات، كما أن حب الآيات والصور المتضمنة للأسماء والصفات سبب لدخول الجنة، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يعني أميرا على السرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ أولا السورة التي يريدها بعد سورة الفاتحة، ثم يختم بقراءة سورة قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. يحبه لماذا؟ لأنه يحب سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. فكان حبه رضي الله عنه لقل هو الله أحد، وكلها أسماء وصفات لله عز وجل، وقد صرح بأنها صفة الرحمن من أسباب حب الله عز وجل له. وقد علمنا أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني في الثواب تعدل ثلث القرآن، أي في الثواب. ومن العلماء من قال تعدل ثلث القرآن أي في التوحيد والاعتقاد، لأن القرآن في التوحيد وفي الأحكام وفي ثواب ذلك، فيكون ثلثا بهذا المعنى، وذلك لأنها محض ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد أمرنا الله عز وجل بدعائه بأسمائه وصفاته فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقوله سبحانه يلحدون في أسمائه أي يميلون وينحرفون، يعني يميلون وينحرفون بأسماء الله سبحانه وتعالى عن المعنى الذي أراده الله عز وجل. وهذا هو الأصل في هذا الباب، وهو أن من ألحد ومال ينبغي أن نتركه ونبتعد عنه، كما قال عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسماء، ونقتصر في الرد عليه مقدار الضرورة والحاجة. والأصل الإعراض عنه، لأن ترك الخوض مع هؤلاء هو منهج أهل السنة وفعل سلفنا الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. معنى أحصاها حفظها، يحفظ هذه الأسماء وأطاقها وتعبد لله بها، يتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. هناك أسماء يقف منها العبد موقف الطمع،
الرحمن الرحيم الغفور الكريم الودود، فيطمع في كرم الله ومغفرة وعفوه. وهناك أسماء يقف منها العبد موقف العبد الخاضع الذليل لربه كالمتكبر والجبار سبحانه وتعالى. وورد الإحصاء بمعنى الحفظ، لكن لا شك أن من حفظ الألفاظ ولم يقم بحقها في العبادة لم يكن ذلك هو الإحصاء المقتضي لدخول الجنة، بل يحصيها لكي يتعبد لله عز وجل بها ويدعو الله عز وجل بها. يعني يقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا عفو اعف عني. هكذا يحفظ الأسماء ليتعبد لله عز وجل بها. ومعنى أطاقها يعني أطاق القيام بحق كل منها بدعاء الله سبحانه وتعالى بها وبشهود آثار هذا الاسم في الوجود واستحضار عظمة الله عز وجل واستحضار قدرته واستحضار إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالأوائل والأواخر والظواهر والبواطن ومراقبة الله سبحانه وتعالى بناء على ذلك، واستحضار أن الله واسع سمعه الأصوات فيراقب كلامه لله سبحانه، واستحضار أن الله قد أحاط بصره بالخلق جميعا فهو يراك في كل لحظة فتراقبه في كل أمورك وتجعل كل أعمالك خالصة له سبحانه. فالتعبد يكون بالإطاقة وهي معرفة المعنى، يعني معرفة معنى الاسم واستحضار ذلك في القلب واستحضار آثار هذا الاسم والقيام بحقه في العباد بمعنى مراقبة الرب سبحانه وتعالى وفعل ما أمرنا به تجاه الاسم. كما إذا علمت أن الله عز وجل هو الرزاق طلبت منه الرزق سبحانه وتعالى وحده ولم تخف أن يمنعك أحد رزق الله، ولم تطلب هذا الرزق بالحرام، إنما تطلبه بما أحله الله عز وجل وتجمل في الطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق طلبا جميلا، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ولا تفني عمرك كله في طلب الرزق، لأن هذا ليس هو الغاية المقصودة التي من أجلها خلق العباد، لأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.